لي ثلاثي الأبعاد عالية الكثافة وعالية الدقة بحقل حاسم سعود، تكنولوجيا جديدة في مجال البحث والاستكشاف الطاقوي والاستغلال الأمثل للحقول البترولية والغازية، يعزز الدراسات المكمنية ونماذج الإنتاج بالاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الرقمية الحديثة من أجل الرفع من احتياطات البلاد من المحروقات ومن مستوى الإنتاج والحفاظ على مكانة سوناتراك كمورد وفاعل هام في الأسواق الطاقوية الدولية. أهم دور تاعنا هو أن نديتكتو البيانات اللي موجوده في الحقل توصل حتى ل 300 كيلومتر، نديروا مسح زلزالي ونديتكتوا البيانات هذه ونعاودوا نفورنوها نمدوها ليكيب نتاع كونترول كاليتي. نقدروا نعرفوا واش كاين في البطن تاع الارض، واش كاين باش نقدروا نعرفوا لي بياج تاع البترول ولا الغاز ولا ما ولا واش كاين، والداتا هذه تروح للسونتر تريتمو في بومرداس ولا في ولايه فايت، هما ثم يزيدوا يديروا تريتمو. تكنولوجيا رقمية عالية تستخدم نطاقا ترددياً يعادل 96 هرتز لزيادة دقة المسح الزلزالي مع استعمال تقنية انعكاس الشكل الموجي الكامل، هذا ما تعتمده المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء منجزة هذا المشروع الاستراتيجي. هذا المسح الزلزالي يقع على حقل حاسم سعود على مساحة أكثر من 5000 كيلومتر، هو ثاني مسح زلزالي، الأول أنجز في 2005 على مساحة حوالي 2500 كيلومتر مربع. من حيث الجودة المسح هو على الأقل ضعفنا 4 خطرات نوعية المسح. المشروع حاسم سعود ثلاثي الأبعاد هو مشروع مهم جدا للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، للمجمع سوناتراك وللبلاد ككل، لأنه يعني يسمح لنا باش إن شاء الله عند نهاية المشروع في كاش يقولوا رفع في الإنتاج تاع الحقل. هذا المشروع الذي سوف يغطي مساحة 5000 كيلومتر مربع، يعني كل حاسم سعود وما جاور حاسم سعود، حقل حاسم سعود، حتى تكون لنا صورة دقيقة على مكامن وهذا الحقل لترشيد الاستثمارات وكذلك إعطاء نموذج الإنتاج الذي يكون يعطي لنا أكثر مردودية وأكثر يعني وأقل تكاليف. هذا الاستثمار هو في حدود تقريب 18 مليار دينار، يعني ما يكافئ تقريب 130 مليون دولار. من ناحية الإشراف فيه كثير من 900 عامل تعمل على هذا المشروع، منها 500 عامل من منطقة ورقلة. تقنيات جديدة تنتهجها سوناتراك من خلال استراتيجية ترتكز على تطوير واستغلال الحقول الطاقوية تعزيزا لمكانة الجزائر في الأسواق الدولية والإقليمية.